أتى رمضان للأكوان بشرى، فطوبى إن صبرنا اليوم أجرى. فهيا ننفض الأحزان هيا، ونبدي رغم هذا الكرب بشرى. قصص عن الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. الإمام محمد نشأ في بيت لطالما عرف بين العمانيين بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، ولا غروا في ذلك. فجده المحقق الخليلي سعيد بن خلفان الخليلي كان مثالا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك كان ابنه أحمد بن سعيد بن خلفان الخليلي يسير على نفس النهج الذي سار عليه والده المحقق الخليلي. في هذه البيئة عاش الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، فلا غرابة أن سار على منوالهم. ومما يذكر في هذا الصدد أن الإمام الخليلي وهو تلميذ في مدرسة الإمام نور الدين السالمي كان يرسل للإصلاح بين الناس، حتى أنه وقعت في يوم من الأيام في القابل بمحافظة الشرقية مشكلة دم بين قبيلتين من القبائل التي كانت تقطن هذا المكان، فما كان من علماء القابل إلا أن أرسلوا الإمام محمد بن عبد الله الخليلي، وكان تلميذا حينها بين أولئك التلاميذ الذين كانوا يدرسون في مدرسة الإمام نور الدين السالمي. فذهب وشمر عن ساعد القد ووفقه الله عز وجل، وكان له أسلوب رائع في حل هذه الإشكالية، إذ أنه عندما ذهب إلى تلك القبائل ليحل إشكالية القتل قال لهم إن علي نصف الدية. فبعد ذلك رضي القوم وبحثوا عمن يفدي نصف الدية الآخر، فرجع ناجحا قد تمكن من فض تلك الإشكالية التي كادت أن تودي بالكثير من الأرواح وكادت أن تشعل حربا لا نهاية لها.